حقيقة في الفقرة دي بما انك طلعت فرويد فالفقرة الجاية هتكون هجوم، مستعد ليها؟ يلا بينا. بعد اعتزالك كتير قوي سنين طويلة، شايف انك احترافك لتركيا كان قرار صح ولا غلط؟ غلط 100%. غلط 100%. ليه؟ 100% غلط. خسرت فيه حاجات كتير. ايه هي؟ يعني خسرت فيه مكاني في الـ في الـ في الاهلي. وده كان شيء مهم جدا جدا جدا. ما عاصرتش الفتره الكبيره بتاعه 2008 و2010 بتاعه منتخب. انت قعدت كام سنه في تركيا؟ قعدت سنتين. سنتين؟ سنتين. بس السنتين كنت يعني انا ببقى بعيد شويه، يعني لما بروح في حته او بشتغل في مكان ما بحاولش انا اعمل ضجه حواليا، فاهم يعني؟ ببقى كده هادي، بتركز في المكان اللي انت فيه. برغم ان انا كنت في تركيا يعني عامل شغل كويس جدا جدا جدا، ولكن هنا في مصر للاسف زمان ما كانش فيه بقى السوشيال ميديا والناس بتتكلم ومين بره متالق وبيجون ما يجيبش، مش مشكله كل ده. مين هنا في مصر؟ عكس دلوقتي. دلوقتي لا، مين بره؟ الناس هنا الاول بس الجمهور اصلا ما كانش عايزك تسافر، كنت ناجح جدا يعني مكسر الدنيا هنا في مصر. طبعا ده حقيقي. وضحكوا عليا ما ادونيش الفلوس انا كنت عايزها بصراحه كمان. بس المفروض ان يعني الاحتراف ده حلم اي لعيب، انت ليه زعلان او ليه حاسس كده؟ عشان بس ما حققتش اللي انت عاوزه زي ما انت بتقول، او ما كانش فيه سوشيال ميديا؟ بص، مفيش تغطيه كبيره. مفيش تغطيه. يعني بالظبط، مفيش تغطيه كبيره. حدش بيتفرج عليك، حد شايفك. تمام. لان كمان احترفت تركيا، ما رحتش ايطاليا، ما رحتش فرنسا، ما رحتش اسبانيا، ما رحتش الفرق الكبيره. فانت النهارده برضو الاضواء ما كانتش عليك بشكل كبير يعني. وكل ما بتخرج من بره مصر ساعتها، بره الاهلي والزمالك، كنت لا بقى خلاص انت في حته ثانيه. يعني انت قلت لي انك كسرت الدنيا في تركيا، وانت خرجت من هنا وانت في القمه. ليه لما رجعت ما رجعتش في نفس الكفاءه او نفس الليفل؟ بص انا هقول لك على حاجه، انا مش قصه كفاءه وليفل، بالعكس انا رجعت كويس. تمام. بس هنا كان ساعتها بقى عماد كان ماشي كويس وفلافيو كان ماشي كويس، ولما رجعت على فكره انا لعبت برضو يعني لعبت، بس كنا بنلعب ثلاثه بقى يعني. وبعدين في الافجي مشي، وبعدين لعبت انا شويه، وبعدين يعني انت حاسس ان مكانك اتاخد؟ ما هو خد بالك انت برضو ايه يعني، هو قرار الرحيل كان سيء جدا، قرار العوده اسوأ منه. التوقيت بتاعه مش القرار العوده الاهلي، التوقيت بتاع العوده. كان لازم استنى العوده من الاحتراف. بالظبط، كان لازم استنى لحد مثلا يا يخرج عماد يا يخرج فلافي، واحد من الاثنين يخرج، وبعدين انا اجي مكانه. لان هي دي كره القدم طبيعي يعني. انا النهارده مانجز عنده واحد، عنده عماد ماشي كويس، وعنده فلافي ماشي كويس، اكيد مش هجيبني انا احطني عليهم هما الاثنين، فاهمه؟ فكنا بنلعب بالتدار يعني. احنا اوقات كتيره كنت بلعب انا وعماد وفلافي. عايز اقول لك على حاجه، اسامه حسني كان موجود معانا بيلعب برضو. اسامه حسني كان موجود معانا ومتالق برضو. كنا ست فراوده يعني تقال جدا. النهارده شايف ان اللعيب لازم مع احترافه لازم يكون يعني لا لا لازم ذكاء في كل خطوه. بص، اللعيب لازم يركز في الكوره بس. لازم حد يدير له شغله. احنا هنا في مصر عندنا مشكله كبيره جدا، الا وهي ايه؟ مشكله ان اللعيب الايجنت او السمسار هو اللي بيدير له. ده كلام مش صح. الايجنت ده مرحله يعني بيعمل لك مرحله انتقاليه. لكن لازم يبقى عندك مدير اعمال بيفكر وبيفهم في الكوره كويس جدا عشان يخطط لك. طالما رحت النقله وناوي تكمل، او حتى دلوقتي في مصر، لان زمان احنا انا كنت باخد كام زمان؟ انا كنت بلعب في الاهلي، خدت اول عقد ليا في الاهلي كنت باخد 50,000 جنيه. تمام؟ يعني 50,000 جنيه النهارده اول رقم. ما ساعتها ال 50 برضه 1000 جنيه كانت. لا والله ده انا جبت بيهم عربيه لانوس. كانت اللانوس برضه حلوه سهله. مش بي ام ولا حاجه ولا مرسيدس، عربيه لانوس. فمش تقليلا من ال 50,000 جنيه، بس عايز اقول لك الارقام اختلفت. النهارده مين ناشئ النهارده؟ انا كنت هداف الدوري العام باخد 50,000 جنيه. النهارده ممكن واحد ما بيعرفش يباصي بياخد 2 3 مليون جنيه. ما بيعرفش يباصي قولا واحدا يعني، حقيقه يعني. مش ما بقولش كده مثلا يعني، بقول ان او بحسدهم ولا حاجه، لا. الامور اختلفت. العصر اختلف. تمام. الدنيا اتغيرت. فانت النهارده طالما انا بقى راس مالي او البيزنس بتاعي الكوره، يبقى لازم اجيب حد بقى بيفهم يدير لي. لان يعني للاسف الشديد يعني معظم لعيبه الكوره ما بيركزوش قوي في التعليم او في الثقافه. ما عندوش وقت ان هو يبقى دكتور، يبقى مهندس، ويبقى محاسب، ولا ما عندوش وقت للقصه دي. فبيشتغل على الكوره، فبيسيب الحته التعليميه والثقافه كمان عشان يركز ويدي كله اهتمام وقته للكوره. فلازم يجيب حد تمام بيشتغل الحته دي، يدير له اعماله، يدير له فكره،
ينظم له حياته. طب بما ان احنا بنتكلم على الاحتراف، اقتنعت بمصطفى محمد ولا لسه؟ بعد لما قناعة. احترف في فرنسا. أنا قناعة؟ اي قناعة؟ قناعتك انت بيه كمهاجم؟ هو كفيرويد كويس، بس ينقصه حاجات، ينقصه ان هو يلعب على الارض برجل. هو مش فكره ان انا مش مقتنع بيه كلاعب، لا بالعكس، هو الفيرويد كويس ولكنه لا عنده نواقص. طب انت شايف ان لسه النواقص دي موجوده في احتراف فرنسا؟ انا ما شفتوش يعني، لسه يعني ما بقتش متابعه. لما اتفرجتش عليه بصراحه في فرنسا ما شفتوش خالص على خالص. سؤال هنا بقى يعني مهم جدا، لو هو عنده نواقص هل فرنسا بتاخد لعيب عنده نواقص؟ يعني هو كل اللعيبه في فرنسا، كل اللي بيلعبوا في فرنسا دول يعني مكسرين الدنيا، هي يعني مختاره لعيب يحترف عندها، فيعني فاهمني؟ احتياجات يعني، قصدي يعني اكيد ان هو اشتغل على النواقص اللي عنده. طبعا يبقى هايل، يبقى كويس لو مثلا اشتغل من قبل من هو هنا، من قبل ما يسافر. لا قبل ما او عنده حاجه هي شايفاه. انا اسالك سؤال، والله ما تجني على الولد ولا حاجه، انا ما بتجناش على حد. بطوله افريقيا اللي فاتت ماشي، لاعب الولد صح، الماتشات كلها لحد الفاينل، تقييمك لادائه ايه؟ تقييم ايه؟ ايه التقييم؟ انا اديني تقييمك لادائه. لا احنا عايزين تقييمك انت. ما انا بقى مصر كلها مش انا لوحدي. التقييم لادائه ايه؟ ما كانش في افضل حال صح؟ هو انا النهارده، هو انا اسالك سؤال، هو مش في مديرين فنيين بيمشوا من فرنسا؟ طبعا. وبيوقعوا الفرقه درجه ثانيه؟ هو ده معناه ان كل المديرين في فرنسا بيفهموا في الكوره؟ لا يعني احيانا المديرين الفنيين في مصر مش فيهم مدربين بيوقعوا الفرق وينزلوا درجه ثانيه؟ هو ده معناه ان هم كل المديرين الفنيين في مصر بيفهموا؟ لا طبعا مش كلهم بيفهموا. يعني طب انت شايف ايه اللي ناقصه؟ ناقصه يشتغل على الارض كويس، يتحرك بره ال 18 بشكل كويس. هو محطه كويسه، او بقول كلامه المواصفات اهي، محطه كويسه جدا، بيلعب بدماغه بشكل هايل جدا، رجليه قويه على المرمى، ولكن ينقصه التحرك بره ال 18. ينقصه ان هو يلعب برجليه مع زمايله، الوان تو هات والدبل باس، وانه يروح يتحرك بره ال 18 وناخد الكوره يلعب مع زمايله، التحركات يعني بره الصندوق بره ال 18 دي تنقصه. لو اشتغل عليها هيبقى فيرويد بيرفكت. طب انت في وجهه نظرك شايف ان مصطفى محمد يتقارن بعمرو زكي؟ لا عمرو احسن طبعا. عمرو احسن طبعا. لا في ايه؟ لا عمرو بيتحرك كويس بره ال 18، بيتحرك كويس، عنده سرعه عاليه جدا. لا عمرو لا افضل طبعا بكتير، افضل بكتير. بس برغم ان عمرو زكي طلع في احدى القنوات وقال لك مصطفى احسن مني، بس انت عارف هم بيحبوا ايه يعني الدنيا. طب ليه عمرو زكي بطل بدري؟ منتلي اكيد، دماغ اكيد، اكيد فكره. طب انت شايف مين اللعيب اللي بطل بدري وكان نفسك فعلا انه يكمل؟ بطل بدري وكان نفسي يعني حاسس ان كان لسه انت لسه عندك كتير، لسه كان عنده كتير. شوفي انا يعني عشان انت عشان الناس ما تقولش بس ان انا بس اهلاوي وبتاع، انا مثلا حازم امام ده انا بحبه جدا تمام كلاعب كوره. يعني انا يعني لعيب كوره هايل تمام، من اللعيبه اللي ابدعت. الخطيب وطاهر ابو زيد انا بحبهم بشكل غير طبيعي تمام. وكان يعني كان نفسي مثلا وانا بلعب في الاهلي كده، اول ما جيت الاهلي عليهم بيلعبوا قدامي. يعني انا دي الناس اللي انا بحبها. لا لعيبه كتيره جدا انا كنت بحب اتفرج عليها يعني. بحب انا بتكلم على جيلكو. احنا الجيل بتاعنا يعني اللي هو بطل. انت قلت لا خساره، ده لسه كان عنده. انا اعتقد ان ابو تريكه بطل بدري تمام. يعني خد قرار في وقت صعب. كان ممكن يكمل بركات برضو يعني. خد قرار برضو في وقت صعب. دول الاثنين بس بركات ما كانش صغير قوي. بس كان ممكن النهارده اللعيبه بتوصل لحد 35 36 يعني. النهارده اللعيبه بتوصل ل 39 سنه النهارده. طب لكن فوق يعني، وده برضو كتير يعني برضو مش بس خد بالك بركات يعني. اصل بركات كان لعيب ذكي جدا. يعني كان بيضحك على المدربين. يعني تمام. وبعدين يعمل له واحده كده او الثانيه كده فيطلع فيبان، ودي ذكاء، ويبان في الملعب انه احسن لعيب في الدنيا كلها. يعني حلو، دماغه نظيفه، انا كانت بتعجبني. عايز اوديك على خناقه كده من خناقاتك، لسه علاقتك متوتره بكابتن حسام البدري؟ لا خلاص اتصالحنا. خلاص اتصالحنا. اتصالحت. لا انا خلاص عفى الله عما سلف. ليه اتقال ان هو كان السبب انه بطلك كوره؟ طبعا ما بطلنيش. مشاني من الاهلي. هو اللي مشاني. هو انا ما مشيتش، هو ما طردني. لا انا عدى كان خلص، وبعدين ايه هو زهقك يعني. وصلنا لمرحله بقى ان احنا ايه يعني
يعني مش عارفين نصب على بعض بلغه الكوره يعني. هو يعني كابتن حسام بس كانت له وجهات نظر زمان يعني، بس هو غير وجهات نظره دي. بس زمان كان يقول لك انا عايز لعيب عنده 18 سنه، عايز يلعب 19 سنه، مش مهم بقى بيعرف يلعب. انتوا صالحته ده حبيبي. تقييمك مع تجربته مع المنتخب رايك فيها ايه؟ لا فاشله جدا. لا فاشله، ان ما خدتش وقتها كمان. يعني هو كان المفروض ياخد وقت اكتر من كده. فشل يعني التجربه كانت كبيره عليه ولا هو اتظلم؟ عشان انت بتقول مش يعني ما خدتش وقتها. بص احنا المدرب المصري هيتظلم مع منتخب مصر ايا كان ليه؟ يعني حسن شحاته ده اكسبشن، حاله خاصه يعني، كيس لوحدها مختلفه تماما. الدنيا ساعدته والامور كانت ماشيه وكله كان ماشي تمام وزي الفل وبتاع. وفي كابتن جوهري طيب، لكن ده زمان بتكلم في الوقت الحالي يعني بتكلم في الاونه الاخيره. الاونه الاخيره السوشيال ميديا بقت قويه جدا جدا، اقوى من اي حد، اقوى من اي حد تمام، اقوى من الاعلام نفسه تمام. فالنهارده بقيت انت كل حركه، كل تغييره بتعملها محسوبه عليك. كل تشكيل بتحطه محسوب عليك، كل تعادل، كل هزيمه محسوبه عليك. هل انت كمدير فني مصري في الوقت الحالي عندك القوه والشخصيه انك تتحمل الضغوطات؟ هاتيلي واحد في مصر كده مدير فني في الوقت الحالي يقدر يتحمل الضغوط، يقدر يتحمل. إيهاب جلال على سبيل المثال، كابتن إيهاب جلال مع احترامنا يعني، مع الالقاب يعني، حفظ الالقاب. ما قعدش شهر تقريبا، مش كان واخد تاني دوري ب اسمها ايه؟ المقاصه. راح الزمالك مشي بعد شهرين. المصري الضغوطات هنا في مصر لا احد يجيد التعامل مع الضغوطات. للاسف الشديد هنا السوشيال ميديا جباره، هنا بتمشي اي حد وتعاد اي حد، قاتله جدا بجد. محتاجه حد عنده جلد تمام، يعرف فعلا يتعامل مع وحد عنده شخصيه وحد عنده ثقه في نفسه، محتاجه مواصفات كبيره جدا جدا. طب مين المدير الفني المصري اللي عنده الصفات اللي انت بتقول عليها دي في الوقت الحالي اللي يقدر يتحمل؟ ولا حد. مفيش ولا حد.